نتوقف مع مواطن يشرح ما حصل له في أمريكا بسبب الجواز العراقي، علما أن مؤشر هينلي أند بارتنرز الجواز العراقي مصنف في هذا الموقع كثاني أسوأ جواز في العالم تحديداً عن عام 2018. نشاهد أبرز ما قاله هذا الشاب في المقطع المقبل، ومن ثم نقرأ عليكم بعض التعليقات التي كتبت في فيسبوك. وينه هذا النسر اللي خابصينه بي؟ ما يسوى درهم لا عند الكنديين ولا عند الأوروبيين ولا يسوى عند أي أحد أي شيء. الفلس ما يعبرونه. اليوم أنا اقتنعت أنه العراقي والأثيوبي والصومالي اللي الله غاضب على راسه ومعيشة بفقر أنا ويا نفس الشيء. هذا مجرد لعنة ومليان إقامات مال دول ومليان أختام ومليان دنيا ومليان عالمين، ما حد اشترى الفلس. والله والله بهذلوني 10 ساعات قاعد بالمطاراني، ومن الصبح من الساعة 10 وهسه الساعة راح تصير 11 بالليل، يعني صار لي 13 ساعة زين، وما حد اشترى فلس ولا حد عبرني زين، وراحت فلوس الحجز وراحت المخططات وراحت الكسرة النفسية وكآبة ولعبان نفس. وبعدنا نصيح، احنا حمرابي اخترع اول مسلة وصدام حسين حافظ على كرامة العراقي، ما حد حافظ على كرامتنا لان احنا ما عندنا كرامة من الناس. احنا لو عندنا كرامة مو صدام حسين او حمرابي او فلان او علان تتعلق كراماتنا باسمه، احنا اصلا ما عندنا كرامة، ما حد يحترمنا. كافي كذب، اقتنعوا بالواقع انه احنا شعب رخيص قيمتنا صفر عند البشر. يعرفون هذا الجواز وراء حكومة خرا ما حد يقدرها، ما راح تدافع عننا، فيستضرطونا بالمطارات. من وراء خشم يحكي يا الضابط بالمطار دلس، بينما المواطن الكندي والمواطن الايطالي والالماني يحكي بزود. ابن امه لو ترامب هو يصير ضابط الجوازات ما يقدر يحكي وياه.